يا سهام لك سهام ما تردي شو نايمة سهام شو كأننا ما أنا بالبيت وين راحت هاي إذا صلح حصة رايحة نقري نارتين آخ يا فكري آخ بتتخيل قديش كنت فرحان لما شفتك هون بالبيت صدقيني ارتدت لي الروح من أول وجديد صرت أتذكر أيام زمان لما كنت شوفك الله يسامحه لأبوكي يا ريتو وافع جوازتنا كنت أسعد إنسان بالدنيا كلها لأني رح كون اتجوزت البنت اللي بحبها بتحبني صدقيني يا فكري صدقيني بحياتي ما نسيتك ولا رح انساكي وبإذن الله يا فكري بإذن الله ما رح خليك تروحي مني مرة تانية انتي رح تكوني لالي وانا رح كون لك اليوم امي جاي لعندكم مشان تطلبك من اهلك لك فكريه عن جد عزو لك جد الجد اخ اخ يا فكريه ماني مصدق اما تيجي هذا اليوم وابوكي وافي وتصيري لالي امين يا رب الله يسمع منك فكرية نعم لك بحبك لك فكرية لك بحبك شو شو لك شو 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 عم بقول لك بحبك ولك بموت فيكي وانا كمان بحبك لك يسعد يسعد الله شو طالع الكلمة من دمك حلوة لسا عندي كتير كلام حلو بس ان شاء الله بعد الجوع اخ إمتى رح يجي هذا اليوم؟ إمتى؟ إن شاء الله عزة إن شاء الله الله كريم يا رب يا رب لك بحبك بحبك بموت فيكي خلص واستطول مالك بلا ما حدا يسمعك من الجيران لك يسمعوا مو فارقة معي خلي العالم كله تعرف إني بحبك لا ما بصير شو الحكي والله إذا سمعك أبي بيبطل يوافق على جوازتنا شو يبطل ما يبطل؟ لا 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 الله يخليكي ماني مصدق إمتى يجي ذاك اليوم يا شفت شلون؟ معناتها يلا روح بلا ما حدا يشوفنا بس يا فكري انا يلا روح ماشي ماشي عاوزة شي لازمك شي سلام لك الله يسلمك سلام الله وين كنتي يا خانم؟ كنت ببيت أهلي عم شق على أمي أيوة وليش ما قلتي لي؟
ليش انا عم شوفك وقت تطلع من البيت؟ ما حضرت جنابك عم تطلع من الصبح بكير، لا عم تشرب قهوتك ولا عم تكسر السفره. واذا هيك ما بيصير تطلعي برات البيت بدون ما تاخدي اذني، واعرف لوين رايحه. هو انا كمان صار لي فتره محبوسه بالبيت وما عم بطلع لقرني. مين بقى الحابسك بالبيت ومانعك تطلعي؟ اه والله شو رايك احمل درب طريقي واطلع من البيت والست فكريه موجوده فيه؟ شو فيها؟ شلون شو فيها؟ ما المخلوقة ماسكة العدة وما بتقدر تفتح الباب لحدا. هل كله صرت خايفة لا يجي شي حدا من أهلي وبشوف عندي؟ شو بدهم يقولوا عنا عزو؟ آه شو بدهم يقولوا؟ بسيطة بسيطة، معك حق، بس بدك تطولي بالك لبين ما الله يفرجها وترجع على بيت أهلها بخير وسلامة. إيه رح طول بالي يا عزو، لشوف شو آخرتها معك. شو فيهم هدول الكياس اللي على الطاولة؟ يعني شوية خضرة وفواكه ولحمة. ومنين جبتهم؟ شو هالسؤال؟ منين جبتهم يعني؟ اشتريتهم. ومنين جبت المصاري عزو؟ اه دينته. ايوه هذا اللي شاطر فيه، تدين من الناس وتارك شغلك عند ابي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عجبك مو هيك؟ لك والله مو ناقصني هم، مو ناقصني. عزو معنا مناكل، ما معنا ما مناكل. لك شبك، لك شبك يا بنت الناس، من اول ما اجيتي مستلمتيني، شو صاير لك؟ ما صار لي شيء، قاعده ومرتاحه ببيتي ومو ناقصني شيء ابدا. ها ليش فكرك؟ أنا كتير مبسوط بهالعيشة، عليم الله أرفانا أرفانا هالعيشة السخامة. هي كل المصايب من وراك يا أبي، حسبي الله ونعم الوكيل. صباح الخير ست سيا. صباح الخير. عدي خير ان شاء الله؟ على خير. قال شوفي رعبتيني فكريه، انت شايفه انه موضوع حبلك اجى بوقت مناسب؟ كيف يعني؟ والله ما عم بفهم عليكي. قصدي شو بدهم يحكوا الناس اذا عرفوا انك حبلة من بعد ما طلعتي من بيت جوزك ومن حارتك؟ شو يعني ما عم بفهم عليكي؟ وشو بدهم يحكوا عنك يا فكرية؟ أهلك إذا عرفوا شو بدهم يقولوا؟ بس أنا الله يشهد إني حامل من جوزي. أنا وإنتي بنعرف هذا الحكي، بس الناس ما رح تصدق، ويمكن رح يحكوا عنك شراوي غراوي وألف قصص وحكايات ويمين وشمال، ويمكن يقتلوك إذا عرفوا إنك حبلة. يبعت لي قتلي إن شاء الله. شو عم تحكي إنتي؟ مشان هيك أنا برأيي لازم تحمي حالك. كيف يعني؟ فكرية يعني لازم تسقطي الولد.